الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب إلى مايك. مايك اقترب قرب إليه. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فلا نباشرون وابتغوا كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. الهمس جريان. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط يبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. المد كثير يعني طويل. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ما في سكت. قل هي مواقيت للناس والحج. نعم. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. الصفير زا خبزا زا. وقال الآخر إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني وقال الآخر أحمل فوق رأسي أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن. يعني المد أو القصر للتسهيل. وما جعل أزواجكم اللائي تظهر بالقصر أو بالطول.
مع التسهيل هذا ليس قصرا. الله يكفي. نعم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم. نعم. وما جعل أدعياءكم أبناء. مد كمل. مد كمل ستة. أدعياء. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان